أبو البنات في الهنا بيبات، ينطبق هذا المثل الشعبي على الفنان أحمد سلامة، فهو أب لسبع بنات، وعلى الرغم من ارتباط بناته به إلا أن بناته سارة وزينب ومنار يعملن في هذا المجال الفني. وفي أحد اللقاءات التلفزيونية قال أحمد سلامة أنه حمى صعب جدا، وكان سيقوم بفسخ زواج ابنته موني قبل حفل زفافها بيوم لغيرته من كون رجل آخر يأتي ليأخذها منه، وأضاف أيضا أنه يثق في بناته بشكل كبير. تزوج الفنان أحمد سلامة 4 مرات، وكانت آخر زيجاته الفنانة منى جلال، واستمر زواجهم 20 سنة، وقال أنه يحافظ على ترابط أولاده ببعضهم البعض على الرغم من اختلاف أمهاتهن. هنا دي الفنانة منى جلال مع زوجها أحمد سلامة، بقالهم 20 سنة متجوزين هنا في شبابها. يا ترى افتكرتوها؟ هنا منى جلال، وهنا دي صور مع أحمد سلامة مع بناته اللي زي القمر، ومنهم سارة سلامة اللي هي أول واحدة على اليمين، وبناته مرتبطين بيه جدا، وهو مرتبط بيهم جدا وبيغير عليهم غيرة شديدة. واحدة بس اللي هي متجوزة اللي هي منى بيدلعها يقول لها موني، والباقي لسه ما اتجوزوش. سارة سلامة اللي هي في النص، من ناحية أخرى قالت الفنانة منى جلال أن عودتها للتمثيل جاء بعد غياب 10 سنوات بمسلسل أبو العروسة، والذي أسعدها للغاية، مشيرة إلى أنها سعيدة بنجاح الدور الذي قدمته في العمل. وعن سبب غيابها عن الفن قالت: عشت 10 سنوات مربية أطفال، حيث رزقت أنا وزوجي الفنان أحمد سلامة ببنتين توأم، فعشت حياتي في تربيتهم، ولكن عندما تلقيت الدور المناسب في مسلسل أبو العروسة قررت العودة. وكشف الفنان أحمد سلامة خلال استضافته بأحد البرامج التلفزيونية عن رفضه الكامل لفكرة تقديم ابنتيه سارة وزينب أدوار إغراء، وأكد أن هذا الأمر مرفوض عنده، مشيرا إلى أن ابنتي سارة تعرضت لانتقادات صعبة بسبب ارتدائها هوت شورت في أول مسلسل شاركت في بطولته. وأضاف: البعض أصبح يتصيد الأخطاء وهي لم تكن تعلم سبب الهجوم عليها، لأنها لم تختار ارتداء الهوت شورت بل الستايلست الخاصة بالمسلسل. بصراحة تعرضت وقتها لانتقادات غريبة وكلام مسيء وتابع، لم أكن أتمنى دخول ابنتي مجال التمثيل لأن المجال صعب ومليء بالضغوطات، ولكنني لست ديكتاتورا إلا أنني مشفق عليهما لأن المجال مرهق. سارة سلامة ممثلة مصرية، ولدت في 6 ديسمبر 1992، وعملت في بداية حياتها في عدد كبير من الإعلانات لصالح شركات فودافون وبيبسي. دي سارة سلامة معروفة طبعا، اشتهرت دلوقتي جامد. وبدأت العمل في مجال التمثيل منذ عام 2012 من خلال الدراما التلفزيونية، ومن أعمالها الهروب، موجة حارة، ابن حلال، اسم مؤقت، وهي ابنة الفنان أحمد سلام. دي صورتها معاه. ومؤخرا ظهرت صورة للفنانة سارة سلامة وهي حامل، رغم أنها لم تتزوج حتى الآن، وهي تبلغ من العمر ساعتها، ساعة الصورة يعني، حوالي 23 سنة. وبسرعة انتشرت شائعات تنال من سمعة سارة سلامة. دي الصورة اللي بانت وهي فيها حامل، وبسرعة انتشرت الأقاويل.
وقد التزمت الفنانة الشابة الصمت لمدة 3 أيام دون الرد على تلك الشائعات السخيفة والتي اتهمتها في شرفها بسبب الصورة والتي ظهرت فيها حامل دون إعلان عن نبأ زواج أو ارتباط قبلها بأي شكل من الأشكال. وأخيرا قامت الفنانة سارة سلامة بالرد على كل تلك الأنباء، حيث قالت أن الصورة هي مجرد جلسة تصوير قامت فيها بارتداء ملابس تظهر فيها كأنها حامل، وذلك لأنها تتمنى أن تنجب بنت بعد أن تتزوج، حيث أنها لم تتزوج حتى الآن. وتمنت سارة سلامة أن تتزوج من رجل محترم وملتزم وغير عصبي يحتويها ويحميها من المجال العنيف الذي تعمل فيه على حد تعبيره. وتعليقا على الشائعات، أكدت أنها لا تنظر لتلك التعليقات المهاجمة لها، حيث أن الجميع حولها يعلم أخلاقها جيدا وتربيتها، وأنها لا تستطيع أو تقدر أن تعمل تلك الأفعال الشنيعة. ومن جهة أخرى، أكدت أنها تعذر من أطلقوا تلك الشائعات، حيث أن الصورة كانت صادمة للعديد من المشاهدين وحتى جمهورها الذين قاموا بلومها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. وأفادت مصادر مقربة من الفنان أحمد سلامة أنه غضب بشكل كبير من جلسة تصوير ابنته سارة التي خضعت لها مؤخرا لصالح إحدى المجلات الخاصة وظهرت فيها وهي حامل. ده أحمد سلام. والفنان أحمد سلامة من مواليد 1960، وحصل على بكالوريوس الفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية وهو صغير في أوائل السبعينيات، حيث ظهر في دور مهم عام 1977 في فيلم إسكندرية ليه، كما انتشرت صور لفتاة مجهدة بدون مكياج، وهناك من قال أنها سارة سلامة، وهناك من قال أنه فتاة تشبهها. فبرأيكم هل فعلا هي تشبهها؟ انتوا ايه رأيكم؟ هي دي بدون مكياج ولا ليه على الشمال طبعا؟ ولا ده فوتوشوب او واحدة تانية ما تشبهاش؟ دي سارة سلامة اللي احنا عارفينها اللي على اليمين، ودي الفتاة على الشمال اللي قالوا ان هي تشبه. شاركونا في التعليقات، هنشوف بقى ايه سارة سلامة تظهر بلوك جديد تشبه فيه إطلالة كيم كارديشيان نجمة تلفزيون الواقع. دي كيم كارديشيان معروفة طبعا، وهنا دي سارة سلامة باللوك الجديد، وادي هنا صورة مجمعة ليهم هما الاتنين. ايه رأيكم تشبه لها؟ دي سارة سلامة باللوك العادي واللوك الجديد على اليمين. دي كيم كارديشيان بمكياج وبدون مكياج. وعلى أنغام الموسيقى الصاخبة ووسط كوكبة من نجوم الفن في مصر وفي أحد القاعات الكبرى بأحد الفنادق بوسط البلد، احتفل الفنان أحمد سلامة بزفاف ابنته الكبرى منى سلام. دي الوحيدة اللي متجوزة ما بين بناته. دي منى سلامة في ليلة فرحها مع جوزها. هنا أحمد سلامة وأشرف زكي وأشرف عبد الغفور، زملاء رحلة الفن. وهنا صورة مجمعة أحمد سلامة وأشرف عبد الغفور، ودي صور لأحمد سلامة مع بناته. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.